إنه الصباح الباكر في رمال الشرقية، أكثر من 200 مشارك يستعدون للانطلاق عبر رحلة هي الأصعب عبر الصحراء ذات التموجات من الكثبان الرملية. جميع السيارات هي من النوع الخاص ذات الدفع الرباعي مع قائد مركبات بمهارات عالية للتعامل مع دروب الصحراء والرمال. هذه الرحلة تقريبا احنا من 14 سنة، مجموعة صغيرة من 8 سيارات 10 سيارات، الين وصل العدد الان الى 120 سيارة. اليوم معنا تحدي منطقة الكامل الين نوصل الى منطقة قحيد. الرحلة انطلقت من وادي البيدعة مرورا بالكثبان الرملية لمسافة حوالي 80 كيلو مترا قبل الوصول لنقطة النهاية في الخويمة بولاية بلاد بن بوعلي. وفي الطريق كانت المفاجآت، حيث غاصت بعض المركبات في الرمال وفشلت محاولات سائقيها من إخراجها رغم المحاولات العديدة. لحظات وظهر المنقذون، وبكل براعة تمكنوا من إنقاذ الموقف وانتشال السيارات العالقة لتواصل مواكب السيارات رحلتها فيما يزداد المسار صعوبة. طبعا أنا مع شركة قايد عمان، دائما أشترك معهم في الإنقاذ للسواح، وطبعا كما أنت شايف سيارتي جاهزة من جميع النواحي الرملية والوعرية، وأساس كل شيء هو السيفتي. سائقو السيارات حطوا الرحالة في رملة الغينة لأخذ قسط من الراحة، ورغم مشقة الطريق إلا أنهم سعداء بما قطعوه من مسافة الجولة الأولى من الرحلة بسلام. أنا أحب الصحراء ومتواجدة في عمان منذ 4 أشهر. هذه تجربة الأولى في قطع الرمال، ولدي الكثير من الأصدقاء ليساعدوني في تجربتي. هذه الرحلات نجيها كثير، إحنا متعودين عليها الحمد لله. مع الجيات الكثيرة هذه اللي جيناها تعودنا على التضاريس اللي موجودة فيها، الحمد لله نعديها بكل سلامة، وجانب الأمني موجود الحمد لله. الجولة الثانية بدت أكثر صعوبة، حيث واجه السائقون كثبانا رملية بحجم الجبال، وما هي إلا لحظات حتى انتشر خبر العطل الذي أصاب إحدى السيارات المشاركة وتوقفها عن استكمال بقية مسافة الإكستريم، وهو الأمر الذي أشاع جوا من الضيق والحزن بين بقية المشاركين. الرحلة في جولتها الثالثة والأخيرة وصلت إلى قمة الإثارة، جبال هائلة من التموجات الرملية كادت أن توقف السائقين من إكمال المشوار، ولكن منظم الإكستريم محمد الزجالي قرر إكمال الرحلة رغم صعوبتها، فما كان من بقية المشاركين سوى الانطلاق في تحد حقيقي مع الطبيعة ومكوناتها. إذن جولة إكستريم الأسبوع الأول من شهر مارس لهذا العام انتهت بسلام وإثارة، جعلت الكثير من المشاركين من البلدان الأوروبية والآسيوية والأفريقية ومن الولايات المتحدة ونيوزيلندا يقررون العودة مجددا للمشاركة في جولات إكستريم عمان المثيرة. شكرا.